هذا ومن جانب آخر عاد ولد عباس للحديث عن ملف الانتخابات الرئاسية المقبلة، رد على دعاة تدخل المؤسسة العسكرية بالقول إن الجيش الوطني الشعبي مؤسسة تقوم بدورها الدستوري ولا تتدخل أبدا في مثل هذه الملفات. الجيش راه لهيب الحدود، الجيش تصريح نتاع الجيش ونتاع الفريق قايد صالح الصديق والأخ والرفيق في السلاح، راه واضح كل وضوح. الجيش عنده دور حماية البلاد، الأمن، وحدة الشعب، وحدة التراب الوطني، كما خرجنا فرنسا، كما خرجنا فرنسا الاستعمار، كما ندافعوا الآن باقي دفع. بديناها مع الجيش أفلان آيلان أول نوفمبر، لحد الآن أفلان آيلان. هذه باش تقول لي الجيش يختار؟ ما راكمش عايشين يا أنا، أنا الشيطان، أنا الشيطان. إنسان يفكر شوية. وعبد العزيز بوتفليقة يقبل هذه؟ أنا الشيطان.